لو الحكاية فيها إن فيجو اتغيرت، مصر الجاذبة للاستثمار، مصر الداعمة للاستثمار، مصر الحامية للاستثمار، كل ده هو الأساس اللي احنا بنقدمه. أنا هتبسط جدا لما نمضي مشروعات، بس هكون مبسوط أكتر وأكتر لما إن شاء الله الرسالة دي توصل للعالم كله. احنا عايزين استثمارات تقريبا كل سنة ب$15 مليار، مش هتقف عند النهاردة نمضي ب$15 مليار ولا ب10 ولا ب12 وبعد كده ما نعملش حاجة، لا. احنا بنتغير، اصدرنا قانون الاستثمار، اصدرنا قوانين للضرائب مبشرة بالخير، في مفاجآت هتعلنها الحكومة. احنا بنقول كل ده ان شاء الله بإذن الله بيعود على المواطن المصري البسيط اول حاجة بالخير. طبعا النتيجة مش هتبقى بكرة، مش هتبقى يوم 16، لازم الناس تفهم كده، كل حاجة محتاجة وقت، ولكن اهم حاجة البداية الصحيحة، وانا على ما اعتقد هذا المؤتمر فيه بداية صحيحة.